عود إلى حالات التسمم في محافظة البصرة. ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة الإعلامي والناشط السياسي منتظر الكركوشي. سيد منتظر، كل عام وأنتم بخير. هناك أنباء عن تتحدث عن أكثر من 2000 حالة تسمم في محافظة البصرة، وذلك نتيجة تلوث المياه. سيد منتظر، نريد منك أن تطلعنا على حقيقة الأوضاع في البصرة جراء تسمم المياه. نعم، كل عام وانتم بخير. بداية، ما تمر به البصرة هو أزمة حقيقية. وصل عدد إصابات التسمم في مستشفيات البصرة المسجلة رسميا أكثر من 5000 حالة، والعدد يزيد أكثر من هذه الحالة. الآن طوارئ المستشفيات تكتظ بالمواطنين المتسممين نتيجة تلوث المياه. هناك تصريح لمجلس محافظة البصرة لجنة الخدمات تقول بأن التسمم، البعض استخدم حوضيات خاصة لنقل مياه المجاري لتوزيع المياه الآرو، وبالتالي أصابهم التسمم. وهناك حديث عن ارتفاع نسبة الملوحة إلى حد لا يطاق، إلى حد 100%، وبذلك حتى هناك نفوق عدد كبير من الأسماك في الأنهر الفرعية لشط العرب. وفي شط العرب هناك أزمة حقيقية قضت على الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية في المياه، وكذلك على المواطنين. يعني ما تعانيه البصرة هو أزمة حياة، وأعني هذه الكلمة أزمة حياة في محافظة البصرة. الغريب بالموضوع هناك صمت مريب للحكومة المركزية وكأن الأمر لا يعنيهم. يعني قبل أيام كان هناك المتظاهرين وصلوا بالقرب من الحقول النفطية، شاهدنا هناك تصعيد وقوات، والسيد رئيس الوزراء قطع زيارته لحماية شركات نفطية. ولكن الآن عندما يصل عدد الإصابات إلى 5000 حالة إصابة والعدد يزيد عن هذا، لا نرى أي تصريح وأي إجراءات حتى من قبل السيد التكنوقراط وزير الموارد المائية السيد الجنابي. يعني هنا بالبصرة المواطنين يتساءلون، هناك ربما ستشهد البصرة تصعيد يوم الجمعة. نعم. طيب سيد منتظر، كيف تقيم جهود الحكومة العبادي أمام تفشي حالات التسمم جراء التلوث بالمياه؟ هل قدمت وزارة الصحة أو على أقل تقدير يعني مديرية صحة البصرة ما عليها من واجبات من وجهة نظركم؟ نعم، يعني فيما يخص الإجراءات الحكومية، إجراءات الحكومة الاتحادية ودوائر الصحة والبيئة والموارد المائية هو فشل من جميع النواحي. يعني لم يتم تدارك الأزمة، بل الأزمة الآن اتسعت ووصلت لتهدد حياة المواطنين. يعني إلى هذه الدرجة لم نشهد أي إجراءات حقيقية. يعني في تصريح لمدير دائرة صحة البصرة يقول أن الإصابات بسيطة ومعظم المصابين خرجوا من المستشفى، يعني وكأنما تقليل من شأن الأزمة الحالية. يعني حتى وإن خرجوا من المستشفى هناك إصابات. يعني من الممكن إجراء استطلاع في متنزهات البصرة، لأنه نحن في أيام أعياد الأضحى كانت المتنزهات تضج بالمواطنين. الآن طوارئ المستشفيات تضج بأي مظاهر العيد لا توجد في محافظة البصرة، مظاهر العيد تحولت إلى المستشفيات. يعني يصح أن نقول أن البصرة الآن منكوبة من ناحية تلوث المياه، وهناك حملة واسعة تحت هاشتاج أنقذوا البصرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط أنظار العالم بعد ما عجزنا عن مناشدة الحكومة الاتحادية لإنقاذ حياة المواطنين أو إنقاذ ما تبقى من الثروة الحيوانية في محافظة بصرة. تصور معي بأن المياه غير صالح للاستهلاك الحيواني، فكيف للأطفال وكيف للمواطنين أن يتناولوا هذا الماء وأن يستخدموا هذا الماء؟ فمن خلال منبركم الحر نطالب الحكومة المركزية بالتدخل فورا ومن قبل المنظمات الدولية لمحاسبة المقصرين في هذا الملف، وحياة المواطنين هي ذمة في رقاب المسؤولين في بغداد. نعم. طيب سيد منتظر، أنا عشت في البصرة سنة كاملة، يعني كنت أدرس هناك في جامعة البصرة. هل وصل التلوث إلى مراكز بيع المياه، يعني ماء النبع كما تسمونه أنتم في البصرة؟ هل تلوث؟ نعم. هو الآخر؟ نعم. هل أصابه التلوث أيضا؟ نعم طبعا، التلوث في المياه، في المياه الإسالة هو هذا سابق منذ أكثر من عام. الآن وصل التلوث إلى المياه، يعني الآرو الذي تنقله الحوضيات إلى المواطن، فلذلك حصل التسمم. ماء النبع يعني. سنواته منذ ماء النبع يعني بالعام 2003، من عام 2003 لحد الآن لا نستخدم مياه الإسالة للشرب. الآن وصلت المرض نتيجة مياه الشرب اللي نشتريها نقول بفلوسنا.
هنا بالبصره، هنا الازمه يعني الحقيقيه، حتى ماء النبع الذي اسميته قبل قليل هو الان بالتسمم، يعني لا يوجد ماء صالح للشرب، الان المواطنين يشترون ماء التعبئه من شركات تعبئه الماء ليستخدموه، يعني حتى مياه لغسل للاستحمام هو غير صالح حتى للاستحمام، حتى بعض الحالات تم تسجيل حالات اصابات جلديه في ابو الخطيب وفي شط العرب. نعم. من البصرة الإعلامي والناشط السياسي منتظر الكركوشي، شكرا جزيلا لكم.